السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين السلام على مهدي المتمثل بالإمام الحجة بن الحسن. هذا المشروع ناس ما مبينين، مو هاي أهل الدكاكين والأصوات الفارغة بالليل وي أمريكا ومشروبهم حاضر والصبح وي الإمام الحجة. لا، الإمام الحجة ما ينخدع، هو رب وش يخدعه؟ يضحكون وما يخدعون إلا أنفسهم. هذه القضية الآن هيئت للظهور الحقيقي. الظهور الحقيقي أمريكا لازم تدافع عن نفسها، وهي الأعور الدجال، وهي الأعور الدجال، لأن الشي صباني هو صدام. فحينما انتهى الشي صباني اجت مرحلة الدجال. الآن نحن في غضب مرحلة الدجال. يعني باكر يطلع للسيد الكاظمي ويطلع بإعلان كبير، نبشركم بأن أمريكا ارتحلت. راح أسولف لكم سالفة. من أمس شفته بكركوك لأن معلمي على عجل من أمره قال لي لا بعد السيد الكاظمي هاي للشعب العراقي لا يسوي شيء ولا ينجز شيء ولا يحبس فاسد ولا يطعم جوعان بالعراق.